أعلنت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم أجندة احتفالات الوزارة برئاسة مصر للاتحاد الإفريقي خلال مؤتمر صحفي حضره اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان ومجموعة كبيرة من قيادات وزارة الثقافة، وأوضحت أن الفعاليات التي ستستمر على مدار العام تعد حوارا فنيا بين وفود الدول المشاركة تهدف لمد جسور التواصل بينها ودعم العلاقات بين الشعوب. احنا منسقين بشكل عظيم الحقيقه، وهي ده الواضح الحقيقه مع كل استراتيجيه الدوله، ان كله بينسق مع بعضه، الحدث ده بس يستكمل الباقي عشان مصر تستفيد بكل الوجود اللي موجود وكل الامكانيات اللي موجوده، مش مجرد مثلا الوزاره دي بتعمل الفعاليات بتاعتها الساعه 8، الساعه 8 في فيلم شغال مهتدي، لا احنا منسقين ان يخلص الحدث بحيث ان الاجنبي او السائح اللي موجود يوم يكون مليان، واحنا كدولة مش كوزارة كدولة منظمه اليوم بحيث ان يشهد كل الاحداث اللي ممكن تتم والصورة اللي احنا كلنا عايزينها ان مصر ان شاء الله تكون. احنا محتاجين كل الافكار الانسانيه في ان هي تبقى داعم للاجنده الثقافيه والخريطه الثقافيه لمصر في افريقيا، لان يعني زي ما معالي الوزير قالت سبل وراها هتظل افريقيا في قلب مصر ومصر في قلب افريقيا، فاحنا محتاجين دعمكم والامكم معانا وكل المنصات العالميه بدون بوار وزاره الثقافه داعم لينا علشان نوصل لكل الناس. واستعرضت الوزيرة أهم الفعاليات والاحتفالات التي ستستمر طوال عام 2019، ومنها مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته السابعة، وملتقى القاهرة للرسوم المتحركة، ومهرجان دمنهور للفلكلور، ومهرجان الموسيقى الإفريقية بأكاديمية الفنون، وأيضا مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، ومهرجان الطبول والفنون التراثية، وكذلك مهرجان الفنون الشعبية بالغردقة، ومهرجان قلعة صلاح الدين الدولي. في شغل جامد مع المرأة الأفريقية في مهرجان أسوان للسينما المرأة، مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في زخم كبير جدا هذا العام، وفي احتفال كبير وبدعم من جميع الوزارات وعلى رأسهم وزارة الثقافة، مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة والتسجيلية في تكريم لشخصية أفريقية كبيرة، وفي لأول مرة هيتعمل جائزة لأحسن فيلم أفريقي عن طريق التعاون مع اتحاد النقاد الأفارقة، بالإضافة إلى مجموعة من ورش العمل والأسابيع السينمائية اللي معالي الوزيرة فضلت إن احنا نعملها في قلب القارة، لأن كانت فلسفتها إن احنا ممكن هنعمل أفريقيا هنا، لكن الفعل الحقيقي أن ننزل القارة ونتواجد داخل القارة. ويأتي مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته السابعة بمشاركة 19 دولة منها 11 دولة إفريقية، إضافة إلى تخصيص 7 منح دراسية بمعاهد أكاديمية الفنون لمبدعي الدول الإفريقية، إلى جانب دورة لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين، بالإضافة لمعاملة الأفارقة زائري المتاحف الفنية والقومية التابعة للوزارة معاملة المصريين فيما يخص أسعار التذاكر، وأيضا إصدار 10 أعمال مترجمة لأبرز الكتاب والمفكرين الأفارقة. احتفالاً برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أسوان عاصمة لشباب أفريقيا، وزارة الثقافة المصرية بتعلن عن 110 فعالية ثقافية وفنية هتعملها خلال الفترة اللي جاية في محافظة أسوان. من المجلس الأعلى للثقافة، فريد إدوار، سي تي في.